فضلت الشيخ. السؤال الثاني بس سريعا، اعتذر للاطاله يعني. اتفضل. السؤال الثاني، انا كنت بدخل بضاعه في شركه معينه، بضاعه صحيحه وسليمه مش فيها مشاكل وما فيهاش اي مخاطر او محصورات، ولكن الراجل اللي بيشتري مني في الشركه بيطلب نسبه او عموله عشان يدخل البضاعه دي الشركه ويشتري مني انا، فبياخد مني نسبه بدون علم صاحب الشغل اللي هو بتاع الشركه اللي بيشتري مني يعني، عشان خاطر يقبض البضاعه بياخد نسبه على المبيعات، فانا بديله النسبه ديت، فهل انا كده حرام عليا ولا لا؟ هذا مما عمت به البلوى هو نوع رشوه، وهذا شائع الان في المحلات الكبرى. يعني هو عشان ياخد مني انا فبيقول لي انا فاهم الكلام جيدا، فاهم الكلام جيدا. تمام. انت تورد جبن مثلا، جبن رومي مثلا، تمام لسوبر ماركت كبير من المشاهير، مش عارف كارفور او غير كارفور او اي ما سوبر ماركت كبيره كعلى سبيل المثال، والموردين كثر، والموردون كثر، بيخسرني انا بمنظور النسبه اللي بياخذها. ايوه ده حرام، هذا حرام علي طبعا، يسبب فساد. يعني انا اقول له مش هدفع حاجه، ولو عايز تاخد مش عايز على راحتك. الله يبارك فيكم. تمام، شكرا جزيلا يا شيخنا. شكرا، الله يسلمك. وممكن تشتكي وزرس عليك العطاء بعد ذلك، رس عليك العطاء بدون اي تدخل، ان انا اعطيته شيئا من مالك الخاص لكن لا احبه ايضا. تمام. كلم صاحب العمل. شكرا لك.